بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس جديد في مادة مكائن ومعدات استصلاح الأراضي Soil Reclamation Machines and Equipment، فأهلا وسهلا بكم. الآن موضوع تصميم المحملات Loaders Design. Most of modern loaders movement controlled by hydraulic power. معظم المحملات الحديثة يتم التحكم بها بواسطة القدرة الهيدروليكية. Filling the bucket ملء الكيلة. Lifting it رفع الكيلة. Turning the loader دوران أو استدارة المحملة. And unloading the loader's bucket in the trucks وتفريغ كيلة المحملة في الشاحنة أو في أي مكان للتفريغ became easier due to the hydraulic equipment in the loader. أصبحت جميع هذه العمليات سهلة بسبب المعدات الهيدروليكية المضافة في المحملة. Loader's pocket capacity range from 0.25 cubic meter up to 20 cubic meter in large loaders. سعة كيلة المحملة بشكل عام تتراوح بين 0.25 يعني ربع متر مكعب بالمحملات طبعا الصغيرة إلى أن يصل إلى حدود 20 متر مكعب في الكيلة الواحدة في المحملات العملاقة. And capacity in conventional loaders is about 4 cubic meter. وسعة الكيلة في المحملات الاعتيادية هو في حدود 4 متر مكعب. وعندنا شكل يوضح محملة حجم كيلتها 4 متر مكعب. عندنا النقطة الأكثر أهمية في تصميم المحملات هي التوازن بين كيلة المحملة وحجم المحملة نفسها. طبعا الاتزان هنا نأخذ الموضوع هو الاتزان، اتزان المحملة، وخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه المحملة تعمل في ظروف وعرة مثلا على منطقة جبلية أو على منحدر أو منطقة بها منحدرات. طيب والكيلة محملة إلى أعلى سعة ومرفوعة إلى أعلى ارتفاع، هنا تكون عندنا الخطورة في احتمال انقلاب المحملة. The most important point in the loader design is the balance between the pocket and the loader size. أهم نقطة في تصميم المحملات هو الاتزان أو التوازن بين كيلة المحملة طبعا وهي مملوءة بالتربة وحجم المحملة نفسها. Especially if we consider the hard working conditions، خاصة إذا أخذنا من نظر الاعتبار ظروف العمل الوعرة. When the loader's pocket is fully loaded، عندما تكون كيلة المحملة مملوءة بالكامل. And raised to the higher height، ومرفوعة إلى أعلى ارتفاع. In front of the loader، مرفوعة إلى أعلى ارتفاع أمام المحمل. الأمان ضد الانقلاب يعرف تحت هالظروف، طبعا ظروف العمل الوعرة مثل ما قلنا، يعرف بسعة حمل الانقلاب المستمر، وراح نعرف تفاصيلها استمر راح نقرأ. The safety against overturning under these circumstances is called the loading capacity of continuous overturn. الأمان ضد الانقلاب، انقلاب المحملة تحت هذه الظروف، ظروف العمل الوعرة، يطلق عليه بسعة حمل الانقلاب المستمر. The standard safety factor is 2. معامل الأمان هذا القياسي هو مقداره، معامل الأمان معامل فاكتور هو 2. شنو يعني الاثنين؟ يعني which means that the load that causes the loader overturn is twice the real bucket capacity. يعني المعامل 2 أنه الحمل الذي ممكن أن يسبب انقلاب المحملة يجب أن يكون ضعف سعة المحملة.
ضعف سعات المحملة. طبعا ناخذها هنا بالكيلوغرام كوزن أو بالنيوتن مو حجم. يعني إذا كانت المحملة تتحمل تشيل 2000 كيلوغرام 2 طن 2000 كيلوغرام، تصمم بحيث تملأ بضعف هاي الكمية 4000 كيلوغرام، وفي أسوأ الظروف إلا تنقلب. يعني لا يحدث الانقلاب إلا بضعف الحمل وفي أسوأ الظروف. فإذا كان حملها 2000 الوزن اللي راح ممكن يحدث الانقلاب بها هو يكون 4000 كيلوغرام. هذا المعامل اللي هو الفاكتور اللي هو 2 2 this high safety factor، معامل الأمان العالي هذا is very important to protect the loader when operating under hard conditions. معامل الأمان العالي هذا جدا مهم لحماية المحملة عندما تعمل تحت ظروف العمل القاسية. To provide this safety factor، على مود نوفر معامل الأمان هذا العالي، المحملة يجب the loader should weigh more than 40 to 60% of the loading capacity of continuous overturn. على مود نوفر معامل الأمان هذا العالي اللي هو 2، يجب أن يكون وزن المحملة في هذه الحالة يزيد عن سعة حمل الانقلاب ب 40 إلى 60%، يعني يزيد ما تقريبا 50%، بس هو 40 لا يقل عن 40 ولا يزيد عن 60%. يعني نرجع مرة اللخ، قلنا الكيلة تأخذ 2000 كيلوغرام، الحمل اللي راح يحدث انقلابها يكون 4000 كيلوغرام. طيب الحمل اللي يحدث الانقلاب 4000، بهالحالة راح يكون وزن المحملة، وزن المحملة 1.5 من 4000، يعني نضرب 4000 في 1.5 يعني يكون 6000 كيلوغرام. وزن المحملة 6000 كيلوغرام، والحمل اللي شيله بداخله هو 2000 كيلوغرام. أما الحمل اللي راح يحدث انقلابها فيكون ما يقارب من 4000 كيلوغرام. نكمل. If we suppose that the weight of the filled pocket with soil is W1 and the overturning load capacity is W2, then إذا اعتبرنا أنه الوزن الكيلة وهي مملوءة بالكامل هو W1، وزن الكيلة مملوءة بالكامل W1 بأقصى حمل اللي هو 2000 كيلوغرام، حمل الانقلاب راح يكون W2. فبهالحالة حمل الانقلاب قلنا لازم يكون ضعف W1، راح يصير ضعف W1، فW2 يساوي 2W1، يعني الحمل اللي يحدث الانقلاب يساوي ضعف حمل الكيلة. And the loader weight W will be، ووزن المحملة في هذه الحالة راح يكون W يساوي 1.5W2، راح يكون 1.5W2 يعني مرة ونص بأكثر من ساعات حمل الانقلاب. كيلة المحملة وارتفاع التفريغ التربة بواسطتها. The bucket designed to unload the soil at a height of 3 to 5 meters from the loader wheel's contact surface with the ground. كيلة المحملة صممت لتفريغ التربة أو المواد يعني الأخرى، حصورة مل أو غيرها، على ارتفاع يصل بين، يعني ارتفاع بين 3 إلى 5 متر من سطح تلامس العجلات مع الأرض، يعني من سطح الأرض إلى ارتفاع تفريغ الكيلة هو بين 3 إلى 5 متر. ليش؟ طبعاً and that depends on the loader size، وهذا يعتمد على حجم المحملة. إذا كانت محملة صغيرة ارتفاع التفريغ مالها ما يكون عالي في الغالب، وإذا كانت محملة كبيرة ارتفاع التفريغ يزيد بها. This height makes، يعني هسه السبب ليش، this height makes it possible to unload the soil in trucks and transporting units under suitable balance conditions. هذا الارتفاع يسهل من عملية أو يمكننا من تفريغ التربة والمواد الأخرى في شاحنات نقل التربة أو وحدات النقل الأخرى تحت ظروف اتزان ملائمة. طيب
وبالتالي أيضا طبعا يسهل من وصول الكيلة إلى ارتفاع الخزان الشاحنة، شاحنة نقل التربة. عندنا بالتصميم المحملات هو نظام الاستدارة في المحملات، وهو موضوع مهم جدا. النظام الاستدارة بالمحملات، المحملات دائما فعل عمل مالها بها كثير من الاستدارات، راح نشوفها أيضا في موضوع طرق التحميل، عندما طرق التحميل التربة في الشاحنات، في شاحنات نقل التربة، لأن المحملة تتجه باتجاه كوم التربة، تحمل تربة، اللوري يكون واقف باتجاه عرضي على الجانب، فراح من ترجع راح ترجع للخلف تستدير، ثم تستدير باتجاه اللوري، تفرغ التربة به وترجع مرت اللخ للخلف باستدارة، وتستدير مرت اللخ إلى كوم التربة لملئها بالتربة. عندنا كثير من الاستدارات، المحملة كل عملها باستدارة استدارة استدارة، فلازم أوجب علينا أنه يكون عندنا نظام استدارة كفوء في المحملة لتنجز عملها بالشكل الصحيح. نقرأ الموضوع. The loader needs a lot of turns when working between loading and unloading. المحملة تحتاج الكثير من الاستدارات في عملها بين عملية التحميل والتفريغ. If the space between loading and unloading positions position is limited, عندما يكون المجال بين عملية التحميل، مكان التحميل ومكان التفريغ هو محدود، وغالبا كثير من الأمور تصير هاي، وخاصة مثلا تعمل في المناطق السكنية اللي بيها شوارع تكون ضيقة وكذا، أو في المناطق اللي بيها منشآت بنايات في أي مكان آخر، it will be difficult to operate، راح تكون عملية الاستدارة والعمل يكون صعب جدا. عندنا بالكراولر لودرز بالمحملات المسرفة ماكو مشكلة، تكون الصعوبة أقل. The crawler loader is least difficult because of its ability to rotate in its place. المحملات المسرفة يكون الصعوبة بها أقل بسبب أنه قابلتها أنه تفتر أو تستدير بمكانها هي واقفة. بينما while the wheel loader need a relatively large space to operate. بينما المحملات المدولة تحتاج إلى مكان مريح وواسع لإجراء عملية الاستدارة. This is the point that led to the use of loaders turns by the articular or joint chassis. وهذا اللي أدى إلى تصميم المحملات، استخدام المحملات التي تستدير بواسطة تمفصل الهيكل، تمفصل الهيكل articular chassis. In this type في هذا النوع the location of the joint موقع التمفصل is in the middle of the distance between the front and the rear axle and the rotate ability is about 45 to 35 degree. في هذا النوع يكون التمفصل الهيكل هو في الوسط بين محور العجلات الأمامي ومحور العجلات الخلفي، أو نقول بين الجزء الأمامي للمحملة والجزء الخلفي للمحملة، وقابلية الاستدارة زاوية الاستدارة راح تكون بين 45 إلى 35 درجة. طبعا 45 معناها قابلية دوران أقل، 35 معناها قابلية دوران أكبر، كلما قلت الزاوية معناها زاوية الدوران راح تكون حادة أكثر، وبالتالي راح يكون قابليتها للدوران أعلى، لذلك 45 هنا في دوران المحملات، 45 هي أقل من 35 مثل ما راح نشوف في الشكل أو الأشكال اللي راح نشوفها حاليا. هنا في الشكل المخطط اللي على اليمين، المخطط وليس الصورة، المخطط اللي على اليمين نلاحظ الزاوية ثيتا اللي مؤشرة باللون الأحمر، وممكن قياسها بطريقتين. طبعا هاي الزاوية ثيتا عندنا موجودة بالأعلى مؤشرة الثيتا بالأحمر، وعندنا ليجا وبالوسط مؤشرة باللون الأحمر أيضا. الزاوية ثيتا هاي هنا نقدر نقيسها بطريقتين، أما الزاوية هي تكون محصورة بين امتداد، يعني الزاوية خلنا نأخذ الأعلى اللي موجودة الثيتا المؤشرة بالأعلى، شون حددناها؟ نحددها بين الخط الوهمي اللي ممتد مع المحور الطولي للجزء للنصف الأمامي من الكيل من المحملة، من النصف الأمامي للمحملة اللي يمتد مع كيلة المحملة، والخط الوهمي الممتد من النصف الخلفي للمحملة.
عندما تكون المحملة مستديرة أقصى استدارة، مستديرين بها بأقصى استدارة، فهذا الخط الوهمي للجزء الخلفي والخط الوهمي للجزء الأمامي، تقاطعهم راح يشكل الزاوية اللي تمثل زاوية دوران المحملة. أو ممكن قياسها بطريقة ثانية اللي هو الموجودة بالمنتصف، الثيتا الموجودة بالمنتصف، اللي هو الخط الوهمي الواصل بين المحور العجلات الأمامي الناتجة يعني العفو الزاوية الناتجة من تقاطع الخط الواصل بين محور العجلات الأمامي والخط الواصل مع محور العجلات الخلفية عند استدارة الكاملة للمحملة. الزاويتين نفس الزاوية تطلع قياسها، يطلع نفس قياس الزاوية، ولكن طرق مختلفة في القياس. بالصورة اللي موجودة على اليسار نلاحظ الاستدارة، المفصل بالأعلى عندنا مفصل دوران، وعندنا واحد مفصل دوران أيضا بالأسفل، وعندنا اسطوانة هيدروليكية واضحة، عندنا اسطوانة هيدروليكية جانبية هاي لغرض إذا دفعناها، إذا يعني طولنا الشوط مال الاسطوانة الهيدروليكية راح تدفع، تجعل المحملة تستدير مثلا إلى اليمين أو خلينا نقول إلى اليسار، وإذا قللنا شوط الاسطوانة سحبناها راح تستدير إلى اليمين وهكذا. وراح نشوف أيضا أشكال أخرى على هذا الموضوع. شوف هاي شكلين أيضا يوضح كيفية حساب زاوية الدوران. شوف المحملة اللي بالأعلى اللي هي لونها أحمر، قسنا زاوية الدوران عن طريق الخط الوهمي الواصل بين المحور الطولي يعني الممتد مع المحور الطولي، منتصف المحور الطولي للجزء الأمامي من المحملة. وين الجزء الأمامي من المحملة؟ يبي العجلات الأمامية والكيلة. فهذا الخط الجاي الطولي، وعندنا الخط الطولي الآخر اللي هو مع النصف الخلفي للمحملة، النصف الخلفي اللي هو بكابينة القيادة وبالمحرك. فهذا الخط الواصل في منتصف المحورين يشكل لنا الزاوية، زاوية الاستدارة، زاوية الاستدارة طبعا، وتكون هنا مثل ما قلنا انه المحملة متخذة وضع الاستدارة بالكامل. الى اي جهة، لليمين او لليسار، هي نفس الزاوية مال الدوران. هنا نشوفها بالشكل الاعلى هي 42 درجة. الشكل اللي بالاسفل قسناها بطريقة ثانية اللي هي الخط الوهمي الواصل بين من منتصف المحور الامامي مع الخط الوهمي الواصل من منتصف المحور الخلفي للعجلات طبعا. وهنا عندنا الزاوية تطلع عندنا 37، طبعا هاي غير محملة، مو نفس المحملة، هذيك محملة وهي محملة، زين، لأنه المحملتين ذات قيس بأي طريقة من الطرق راح تطلع نفس الزاوية. طيب هنا شكل عندنا يبين المفصل بالوسط وكيف تستدير المحملة. نشوف العجلات الأمامية والخلفية ما بها استدارة، ماكو عجلات مستديرة يمنى ويسرى كعجلة وحدها، وإنما الاستدارة بواسطة المفصل، المفصل يعني النص الأمامي كله مستدير يمين أو يسار. مؤشرين على الاسطوانة الهيدروليكية اللي موجودة اللي هي تعمل باتجاهين سحب أو دفع، وعندنا المفصل الهيكل أو تمفصل الهيكل روتيشن جوينت، مفصل الدوران موجود في الوسط. وهذا الشكل اللي يوضح كيف تتم عملية الاستدارة أو الدوران في المحملات. نلاحظ الاسطوانة الهيدروليكية الجانبية اللي هي لونها أسود موجودة تحت الهيكل شلون تشتغل، والمفصل بالوسط كيف يكون يعمل لتسهيل عملية الدوران لليمين أو لليسار. بعد ما استعرضنا أهم النقاط الواجب أخذها بالاعتبار في تصميم المحملات اللي هي قلنا سعة كيلة المحملة، وقلنا سعة كيلة المحملة الاعتيادية 4 متر مكعب، وتعرفنا على سعة حمل الانقلاب أو الأمان ضد الانقلاب، انقلاب المحملة خاصة عندما تكون محملة بالكامل ومرفوعة إلى أقصى ارتفاع، وتعرفنا على ارتفاع تفريغ كيلة المحملة واللي هو لازم يتلائم مع ارتفاع خزان الشاحنة، شاحنة نقل التربة، وقلنا هذا الارتفاع يكون بحدود 3 إلى 5 متر. وأيضا تعرفنا على نظام الاستدارة في المحملات وهو نظام الاستدارة المفصلي، والسبب في نظام الاستدارة المفصلي هو كثرة الاستدارات الموجودة في المحملة
وأيضا صعوبة استخدام نظام الاستدارة بالعجلات الأمامية أو الخلفية بسبب وجود الهيكل أو ذراع الكيلة في الأمام. الآن عندنا موضوع هو Methods of Loading Trucks by Loaders، طرق تحميل الشاحنات بواسطة المحملات. هسه هاي الطرق راح نتعرف عليها، هي ثلاث طرق. There are three main ways to load the soil in trucks by using the loader. هناك ثلاث طرق رئيسية لتحميل الشاحنات بواسطة المحملة. In all ways، في جميع الطرق، the loading operation must be in a vertical line on the pile direction. في جميع الطرق يجب أن يكون اتجاه التحميل هو باتجاه عمودي على كوم التربة، يعني لا يجي جانبي أو بأي زاوية أخرى، أن يكون اتجاه العمودي هو الأفضل. And these methods are، وهذه الطرق هي. One method، طريقة التحميل بالتناوب. وطريقة التحميل بالتناوب هو بأن تقف شاحنتين على جانبي المحملة مثل ما واضح عندنا بالشكل، ويتم تحميل الشاحنتين بالتناوب، مرة يحمل في الشاحنة الأولى ومرة في الحمل في الشاحنة الثانية. هاي الطريقة ملائمة للعمل عندما يكون عندنا شاحنات كثيرة في موقع العمل واقفة، عندنا يكون مساحة موجودة عندنا فارغة، يعني ماكو حيز ضيق أو منطقة سكنية، في منطقة مفتوحة، وهذا العمل يقلل من زمن الشاحنات بشكل أو بآخر، من زمن تحميل الشاحنات، وكذلك يقلل من استهلاك مفصل الدوران أو مفصل القيادة في المحملة. وأيضا من تكون عندنا محملات كثيرة موجودة في موقع العمل وماخذ حيز أو مكان في مكان العمل، نخلي شاحنتين واقفات في نفس الوقت ونحملهن بالتناوب. نقرأها. In this way two trucks stop on both sides of the loader. في هذه الطريقة تقف شاحنتين على جانبي المحملة. And are loaded alternately، ويتم تحميلها بالتناوب، مرة في الشاحنة الأولى كيلة وفي الشاحنة الثانية كيلة أخرى وهكذا. This method reduces the truck time، هذه الطريقة تقلل من وقت المحملة. And reduces the consumption of steering joint، ويقلل من استهلاك مفصل القيادة أو مفصل الدوران. Number two, angle loading method، الطريقة الثانية هي التحميل بزاوية. بهذه الطريقة نشوف الشاحنة واقفة بزاوية 60 درجة تقريبا، يعني 60 درجة مع الخط الطولي لكوم التربة. يتم تحميل الشاحنة، العفو المحملة، كيلة المحملة تملأ التربة وترجع إلى الخلف بزاوية ملائمة، ثم تتجه باتجاه عمودي حسب الأسهم المثبتة، باتجاه عمودي إلى الشاحنة التربة، تفرغ حمولة في خزان الشاحنة. كل ما كانت الزاوية أقل كل ما كانت كفاءة العمل أعلى، وذلك بسبب تقليل نصف قطر الدوران وبالتالي زيادة كفاءة العمل، تقليل وقت العمل. بعض الأحيان إحنا نحتاج أنه تكون هذه الزاوية، زاوية طبعا الشاحنة مع كوم التربة، تكون 90 درجة، خاصة في إذا كانت الحيز ضيق أو العمل في مناطق السكنية، خاصة في مناطق السكنية اللي تكون بها شوارع ضيقة، وبالتالي عدى صعوبة إمكانية توقف الشاحنة بشكل زاوية 60، لأنها تكون زاوية عمودية وبالتالي راح تكون الاستدارات عالية. نقرأها. In this way، في هذه الطريقة، the truck stop at 60 degree angle on the loading direction، توقف الشاحنة بزاوية 60 درجة مع اتجاه التحميل. After filling the bucket، بعد ملء الكيلة، the loader is moving backward with a rotator at a certain angle، تتحرك المحملة للخلف بعد ما تملأ الكيلة، كيلة المحملة ترجع المحملة للخلف بزاوية ملائمة، بحيث تتجه بعدين so that it is vertical on the direction of the truck، بحيث تصبح عمودية مع اتجاه الشاحنة، عمودية مع اتجاه الشاحنة مثل ما نشوف الأسهم اللي متجهة إلى الشاحنة، عمودية على الشاحنة.
and then moves forward and empties the soil in the truck. وثم تتجه باتجاه الشاحنة وتفرغ حمولتها في الشاحنة. The lower the angle of rotation, كلما قلت زاوية الدوران, the higher the efficiency of work, زادت كفاءة العمل. كلما قلت زاوية الدوران المحملة كلما زادت كفاءة العمل. Because of reducing the angle of rotation, بسبب تقليل زاوية الدوران. Of the loading during the loading process, of the loader sorry, during the loading process, بسبب تقليل زاوية الدوران المحملة خلال عملية التحميل. But sometimes may require the need to be 90 angle as in the previous method. ولكن في بعض الأحيان نضطر أنه تكون زاوية الشاحنة هي 90 درجة مع اتجاه التحميل, مثل الطريقة السابقة قلنا, خاصة في المناطق الضيقة. Number 3, cross loading method, طريقة التحميل بالاتجاه العرضي. This method is used in places with limited movement. طبعا هذه الطريقة تستخدم في المناطق اللي ذات الحركة المحدودة المحصورة بشكل كامل, وتتوفر المكان لرجوع المحملة إلى الخلف. فنلاحظ هنا بالشكل عندنا مثلا منطقة محدودة العمل, وتقف الشاحنة مثل ما موجود عندنا باتجاه العرضي, والمحملة تتجه إلى كوم التربة, تحمل التربة وترجع إلى الخلف, بحيث تسمح للشاحنة بالرجوع أيضا إلى الخلف, وتكون الشاحنة بين المحملة وبين كوم التربة. ثم تتقدم المحملة وتفرغ التربة في الشاحنة, بعد ذلك تتحرك الشاحنة. طبعا الشاحنة ممكن تتحرك للأمام أو للخلف حسب الموقع مالها. من تتحرك الشاحنة تبتعد, راح يصير المجال مفتوح أمام المحملة للاتجاه إلى كوم التربة, تحمل تربة وثم ترجع إلى الخلف, بحيث تسمح للشاحنة بالرجوع والوقوف بين كوم التربة وبين المحملة, وتقوم المحملة بتفريغ التربة في الشاحنة, وتكرر العملية بهالشكل إلى أن تملأ الشاحنة بالتربة أو المواد المطلوب تحميلها. طبعا هذا يحدث في المناطق المحدودة الحركة. نقرأها. This method used in places with limited movement, تستخدم هذه الطريقة في المكانات محدودة الحركة, ذات الحركة المحدودة. After filling the bucket, بعد ملء الكيلة, the loader moving back in a straight line, تتحرك المحملة إلى الخلف بخط مستقيم. And then the truck moving to be between the soil pile and the loader, وثم تتحرك الشاحنة لتكون بين كوم التربة والمحملة. بعدين then the loader moves to unload soil in the truck, بعدين تتحرك اللودر المحملة لتقوم بعملية تفريغ التربة بالشاحنة, بعد ما تكون الشاحنة صارت بالوسط بين المحملة وكوم التربة. ثم تتحرك الشاحنة للأمام أو للخلف حسب الوضع مالها. Then the truck moves forward or backward to repeat the process, لتكرار العملية. Until filling the truck's tank, حتى ملئ خزان الشاحنة. هذه عندنا أهم الطرق اللي هي خاصة بعملية تحميل التربة في الشاحنات. خلنا اتجاه طريقة التحميل باتجاه العرضي, وطريقة التحميل بزاوية, وطريقة التحميل بالتناوب. أعزائي الطلبة, في نهاية هذه المحاضرة شكرا لحسن إصغائكم, مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح دائم.